الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للحمله ديال المحاضيض التنسيق مع جمعيه الرحمه التنميه الاجتماعيه وكذلك الدوليه الاسلاميه حيث خصوا واحد المحفظه بالادوات المدرسيه ديالهم ديال المستويات الاولى الاعدادي والثانيه والثالثه. كانت 40 محفظه بالنسبه للمستوى الاعدادي الاول، 30 محفظه بالنسبه للاعدادي المستوى الاعدادي الثاني، و30 محفظه بالنسبه للمستوى الاعدادي الثالث. وجينا حنايا هنايا باش نقوموا بعمليه التوزيع وكذا، وكنشكروا المدراء ديال المؤسسات الاعداديه على الفاسيه واحد وجوج وإعداد صبرا على الترحاب ديالهم بينا وجميع الموظفين ديال المؤسسه. كما نشكر الموقع الالكتروني والله ولي التوقيع. الاخوان المحسنين وعلى راسهم جمعيه الرحمه، ونتمنى التوفيق لهؤلاء البراعم وهؤلاء التلاميذ، ونتمنى الله ان شاء الله باش عاون الحاجيات للمؤسسات التعليميه الاخرى بما فيها الابتدائي. الله تعالى هو الذي يضيع اجر. بسم الله الرحمن الرحيم. في اطار انفتاح المؤسسه التعليميه ثانوية علال الفاسي الإعدادية وباقي المؤسسات الأخرى الإعدادية بزايو، ثانوية علال الفاسي زوج وإعدادية صبرا، على المجتمع وعلى كافة فعاليات لدعم تمدرس التلاميذ. تم الانفتاح على كل كافة فعاليات وتمت الاستجابة لتوفير بعض الحاجيات من أجل توفير فرص وظروف ملائمة لتمدرس التلاميذ وتلميذاتنا وناشئاتنا. في هذا الإطار تم توفير حوالي 100 محفظة تضم كافة اللوازم لفائدة التلاميذ المستوى الأولى إعدادي والثانية إعدادي والثالثة إعدادي، تم توزيعها بالتساوي بين المؤسسات الثلاث. نشكر المحسنين على دعم تلامذتنا، ونشكر أيضا الإعلام على حضوره وتغطيته لهذا الحدث، وشكرا لكم.